تانيا مورو. أنا بلعب سباحة في النادي الأهلي من وأنا عندي 5 سنين. يعني النادي الأهلي ده يعني مش عارفة أقول لك إيه، بس هو يعني هو بجد بجد بيتي التاني. يعني هو أهم حاجة في حياتي. أنا كنت باجي النادي ده من وأنا عندي 5 سنين، وفضلت أجي لحد ما بقى عندي لحد دلوقتي. أنا لحد دلوقتي سباجي، بس حالياً أنا عايشة برا في أمريكا، بدرس في جامعة اسمها UMBC University of Maryland Baltimore County. بقالي 3 سنين هناك وفضل لي سنة. طبعاً أنا بعوم للنادي الأهلي من وأنا عندي يعني competitive، يعني بعوم بطولات من وأنا عندي 11 سنة، يعني من وانا عندي 10 سنين مش المفروض لحد دلوقتي. يعني بطولات كاس مصر، بطولات الجمهوريه، كل البطولات الحمد لله. يعني في طبعا بطولات بفوتها عشان بيبقى عندي جامعه، لكن اي بطوله طبعا اقدر اجي عشان النادي الاهلي طبعا ما يعني مش بتردد. يعني طبعا انا كسبت بطولات القاهره والجمهوريه باسم النادي الاهلي على مستوى الدولي، بطولات عربيه وبطولات افريقيه طبعا. وانا عندي 15 سنه كانت اهم بطوله ليا، كانت دوره عربيه، كان عندي 15 سنه وكسبت ال200 باك وخدت تاني في ال100 باك. بعد كده دي كانت اول نقله في حياتي. بعد كده كان عندي بطوله عربيه في المغرب، كسبت 200 حره و400 حره و800 حره و3 تبعات طبعا. بعد كده اهم بقى حاجه حصلت في حياتي ريسنتلي بعد بطوله افريقيه، طبعا كان عندي ترايلز لبطوله العالم وحطمت رقم مصر في 200 في 400 حره و800 حره، وتاهلت لبطوله العالم كانت في المجر، كانت السنه اللي فاتت المجر 2017. دي كانت اهم حاجه في حياتي، ان انا احطم ارقام مصر في وسط اهلي وفي وسط مدربين النادي الاهلي، الناس اللي شافتني وانا طفله، كانت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. يعني بطوله كانت في اسكندريه عشان هي كانت بطوله كاس مصر، بس انا طبعا بلعب باسم النادي الاهلي. ف ان انا اعمل الارقام دي في وجود مدربيني اللي هم اكتشفوني من وانا طفله، طبعا دكتور احمد القاضي وكابتن تامر زينهم، وطبعا كابتن اشرف صلاح يعني لما باجي في الصيف بتمرن معايا دلوقتي. يعني الناس دي ان انا اعمل الارقام دي في وجودها كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي قوي قوي. فالحمد لله على يعني الحمد لله على كل حاجه. اخر حاجه طبعا انا لسه راجعه امبارح من الجزائر، كان عندها بطوله افريقيه عمومي، كسبت 4 ميداليات ذهب في سباقات 200 حره و400 حره و800 حره و1500 حره، وميداليتين فضه في تتابع 4×100 حره و4×100 متنوع. واخر البطوله الحمد لله كسبت كاس احسن سباحه في افريقيا. فكان بالنسبه لي حلم، والحمد لله الحلم اتحقق. يعني انا ما كنتش متخيله ان كل ده يحصل، بس يعني طبعا السبورت من النادي الاهلي ومن اهلي، ويعني بجد بجد انا مهما احكي لك النادي على طول ورايا وعلى طول معايا. يعني فعلا زي ما بيقولوا بتوع الكوره، هو اعظم نادي في الكون فعلا. فالحمد لله على نعمه النادي الاهلي. يعني طموحاتي مع النادي الاهلي ان انا اعمل كل حاجه عشان اشرفه. يعني نفسي طبعا ان انا اوصل للاولمبياد، وان انا ابقى بنت النادي الاهلي، ان انا النادي الاهلي طبعا افضله عليا كتير قوي. ف اي حاجه هوصل لها هيكون هانيا بنت النادي. فنفسي ان انا اوصل لكل حاجه حلوه في السباحه عشان الناس تعرف ان النادي الاهلي ده يعني مخرج اجيال، مش حد ولا اتنين، لا احنا النادي الاهلي فعلا فعلا مصنع الابطال. يعني الحمد لله.